يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في سن 53 من عمره، الهجرة إلى المدينة المنورة الجزء الثاني، وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة تراب وخرج عليهم فلم يروه فوضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ثم انصرف فأتاهم آت فقال خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا هو نائم على فراشه، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش وجاء المصطفى إلى بيت الصديق ظهرا فقال قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، عندي ناقتان أعطيك إحداهما، فقال النبي بالثمن، رواه البخاري، وذلك لتكون هجرته بالبدن والمال، فتجهزا فخرجا ليلا وترافقا إلى الغار وهو بجبل ثور بقرب مكة فدخلاه وخيم العنكبوت على بابه وفرخت حمامتان وحشيتان، وطلبت قريش المصطفى أشد الطلب وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، وأتوا إلى الغار فوجدوه كذلك، حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما أي حافظهما وناصرهما، رواه البخاري. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فتقدم جمع من المشركين فنظروا الحمامتين والعنكبوت فقالوا ليس في الغار شيء، ومكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بما سمع من القوم، وبعد 3 ارتحلا واستأجرا دليلا يدلهما على الطريق، وكان كافرا إذ ذاك ولم يعرف أنه أسلم، فأخذوا نحو طريق الساحل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.